وفي الإسماعيلية احتفل الآلاف بعيد الفطر المبارك، حيث توجهوا للحدائق والمتنزهات وسط أجواء من الفرح والبهجة، واستقبلت المحافظة آلاف المواطنين من جميع محافظات الجمهورية جاءوا للاحتفال بعيد الفطر والاستمتاع بأجوائها المعتدلة وشواطئها المميزة. وقد قامت المحافظة استعدادا لاستقبال المواطنين، قامت برفع كفاءة المرافق، كما قررت بعض الأماكن العامة فتح أبوابها بالمجان للمواطنين. كل سنة وكل الشعب العربي والشعب المصري ورئيسنا وكل حكومتنا بخير. بنهني الشعب المصري على العيد الجميل دوت اللي هو جه بعد تولي الفترة الثانية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنقول للشعب احنا بإذن الله معاكم وفي ظهركم، وكحياة كريمة النهاردة متواجدين معاكم وبنقدم لكم شوية هدايا كده بسيطة لأطفالنا وأولادنا، وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين واحنا معاكم في كل وقت. سنة وانتم طيبين. عايز أقول للشعب المصري كله احنا مبسوطين النهاردة وكل سنة وانتم طيبين، ونقول لسيادة الرئيس كل سنة وحضرتك طيب، وبنهنيك على فترة رئاسة جديدة. بنهني الشعب المصري كريم بمناسبة عيد الفطر المبارك، عاد الله على الأمة الإسلامية بخير، وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وبنقول لسيادة الرئيس شكرا على هديتك، وبنتمنى منك المزيد بحياة كريمة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير، وكل سنة والشعب المصري بخير، ونتمنى الخير لبلدنا، وكل سنة والرئيس طيب، وإن شاء الله عيد سعيد علينا كلنا.